شو اسمك؟ ماجد خطار. ايش ناوي تسمعنا اليوم؟ بايد عنك حياتي يا عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. انا شفتها لذيذ، بس سؤال، هل انت عرب ايدل؟ انا ما حبيت صوتك. بدي اسمع راي نانسي. هلا احنا عاوزين بقى منك جواب او لا. راغب؟ اكيد. احلام؟ بعتذر منك وبقول لك لا. انا بقول لك لا يا جماعه. ليتس بي فير، صوته مقبول مثل اللي اخترناهم قبل. اختلاف الاراء سبب خلاف بين اعضاء لجنه التحكيم، وبعتقد انه لازم حدا منكم يغير رايه. انا شخصيا مش غير رايي. انت ليه قرارك على طول هيك؟ انا عشان انا شايف كده. انا جاوبتها، بس انت عم تحكي ترغي كثير. المشكله انه هي ما بينها الا فيي. لا خالص، انا برفض. وبعدين شو رايكم نقفل هالحكايه هيدي؟ شو نقفلها بالمره؟ شو بدنا نعمل؟ بقول له مرسي كثير. انا بقول لا، بدي اياه. انا شخصيا بقول لا. انا بقول ايه؟ انا بقول لا. اثنين لا، اثنين يعني. انا وننسي اعطينيك صوت. احلام وحسن ما بدهم يعطوا صوت. بدنا نعتذر منك. بس اوكي.